الأردنية التي يرى فيها الكاتب جهاد المنسي أمرا مشرقا ينتظر الوطن العربي لا أعلم مقدار الصواب والخطأ فيه. يقول في عنوان مقاله: داعش يتبدد وسوريا تتجدد. يقول في معرض هذا المقال وفي استهلاليته: الأخبار من سوريا مفرحة، فالدولة السورية تستعيد عافيتها وتستعيد أراضيها التي سكن فيها إرهاب أسود لأعوام بفضل دعم غير محدود من دول خارجية، كما أن الدولة العراقية الجارة باتت على مرمى حجر من تطهير كل أراضيها من الإرهاب الأسود. الحقيقة الواضحة بحسب الكاتب أن كل المخططات الإرهابية والخارجية تكسرت على قلعة صمود سوريا الدولة والشعب والجيش. يقول الكاتب: المأمول كذلك أن ينتهي العام وقد عادت سوريا بشكلها الحضاري المأمول كما كانت من قبل، وأن تفتح صفحة جديدة عنوانها الذهاب باتجاه تمكين الشعب ومنحه حقه في دولة ديمقراطية حضارية إصلاحية تراعي مواطنيها الذين صبروا والتفوا حول دولتهم، وأن تمنحهم حقهم في الكرامة والحرية. المرحلة المقبلة بعد كنس الإرهاب، حسب ما استعمل الكاتب من تعبير، وسحق كل من حمل السلاح في وجه دولته، قد تكون أمرا آخر مستقبلا، لكنه سيكون أصعب من المرحلة السابقة. هذه المرحلة التي تتطلب تفهم جميع الأطراف سواء داخل الحكم أو المعارضة السلمية، أن فجر المرحلة المقبلة يتوجب أن يكون فجرا جديدا مختلفا عن سابقه. في السياق عينه فإن هذه المرحلة تشهد انكسارا واندحارا لأحلاف سياسية ودول محورية سلمت رماحها للانقضاض على الدولة السورية وتفكيكها وتغيير سياستها تجاه المقاومة من جهة، ومن الموقف من الكيان الصهيوني من جهة أخرى. السنوات السبع الماضية، يقول الكاتب، لم تكن سهلة، وقد شهدت تطورات يصفها بالدراماتيكية، فيها مد وجزر وحالات تحفز وانتظار، ولكنها في نهاية المطاف تمخضت فولدت صمودا نتج عنه الحفاظ على الدولة والجيش، الفكر والفكرة، حسب ما يقول الكاتب. وقبل أن يقول قائل إن ما حدث خلال سنوات الحرب كان قتلا وتدميرا وخرابا في كل أرجاء الدولة السورية، وإن إعادة الإعمار تتطلب عشرات السنين، وإن النظام كان له دور فيما آلت إليه الأمور فإن مثل ذلك القول يعني التسليم للإرهابيين والنزول عند مخططاتهم، حسب ما يقول الكاتب. اليوم بات على الجميع إعادة النظر في مواقفهم. يرى الكاتب أن البعض بدأ بالفعل في ذلك من خلال إرهاصات وتصريحات بدأ البعض يسمعها من دول مختلفة وأشخاص كانت لهم مواقف سلبية من الدولة السورية ومن جيشها. لمن يجيد قراءة الواقع بشكله الصحيح فإنه وبكل تأكيد سيلحظ أن ما يجري آنيا مختلف تماما عن السابق. يقول الكاتب: وإننا سنشهد مصالحات في كل أرجاء الدولة، أساسها فرض سلطة الدولة على محيط البلاد، وما نسمعه عن مناطق آمنة في سوريا وتقسيم وخلافه وتواجد لعساكر ومرتزقة وجيش نصرة وآخر حر وخلافه من مسميات لن يكون لها وجود مستقبلا، وما هي إلا أشهر معدودات حتى تنقشع كل الغيوم لتعود سماء الدولة السورية صافية بلا منغصات وبلا منظفات بلا منظمات تكفيرية أو أخرى مرتبطة بتحالفات إقليمية أو صهيونية. وبالتالي فإن ما سيجري خلال الأشهر المقبلة سيكون له الأثر والتأثير في توضيح شكل الدولة السورية المستقبلية. بيد أن الأمر، يقول الكاتب، هو أن هذا الشكل سيكون ذاته الذي انفطرت عليه الدولة السورية، وسيبقى الكيان الصهيوني الذي يصر الكاتب على إقحامه في معرض حديثه وحلفائه وأعوانه عدوا عدتهم للمقاومة، وسيبقى المحور الذي أفرزته سنوات الحرب قادرا على التأثير والتمدد. الكاتب الذي عبر عن وجهة نظره الأستاذ جهاد المنسي، وربما غاب عن قلمه أن يرصد ولو رصدا يسيرا للميليشيات التي تقاطرت من كل حدب وصوب للقتال إلى جانب النظام السوري.